هذه قصة عن العلاقات الغريبة التي كونت هذا العالم المذهل الذي نناضل الآن لجعله عالماً أفضل. 6 ملايين سنة والكوكب يتعرض لمختلف التحديات، ولازلنا هنا صامدون. إنه التحدي الذي شكلنا، وهذه حكايتنا. عالم أخضر. هل أصبح كل واحد منا صانع محتوى صغير؟ بالتأكيد، انفجار محتويات رقمية في كل مكان جعلت صناعة المحتوى وسيلة للعمل وكسب المال في المستقبل لكثير من الناس. المحتوى هو الملك، وما لم يكن ملكك قوياً فلن يتبعه أحد. صناعة المحتوى أمر متشعب جداً، وله أسراره واستراتيجياته، وفاعليته تقاس بمدى تفاعل الشريحة المستهدفة ومدى انتشاره. فبالرغم من أن مصطلح صناعة المحتوى يحتوي فقط على لفظ صناعة، إلا أنه يشمل أيضاً تسويقه ومعرفة أنسب الطرق حتى ينتشر الانتشار المطلوب. كيف تصنع محتوى مميز يستطيع أن ينتشر وسط سيل من المحتويات لا يستطيع أحد أن يوقفه؟ كيف نصنع محتوى فيروسي الانتشار؟ الفكاهة، الجاذبية، محتويات مضحكة، تحديات، قطط أم أطفال؟ الأمر ليس بهذه السهولة، لأن هناك محتويات مضحكة أو مسلية تحقق أرقاماً كبيرة من المشاهدات والإعجابات، وذلك قد يصل للمليارات، ولكن هذا لا يعني أنها انتشرت فيروسياً أو أصبحت متصدرة في أخبار التواصل الاجتماعي. وفي دراسة قدمت سنة 2009 تقول أن 50% من المحتويات الموجودة على يوتيوب مثلاً لا تحقق سوى 500 مشاهدة فقط في أحسن الأحوال، أما المحتويات التي تحقق ملايين ومليارات المشاهدات لا تتعدى 1%. عدد المحتويات غير المشاهدة أكبر بكثير من عدد المحتويات التي تنتشر انتشاراً فيروسياً، أو كما يسمى محتويات فيروسية الانتشار. كيف يصنع المحتوى الفيروسي الانتشار؟ يقول أستاذ التسويق في جامعة بنسلفانيا جونثان بيرجر أن المحتويات الرقمية مثل أي أفكار وسلوكيات في المجتمع يحكمها عدد الأفكار والسلوكيات في أي مجتمع. من أهم عناصر انتشار تحديد الفكرة هو المشافهة، مثل أن تقوم بالتسويق لفيلم معين أو برنامج معين أو مطعم معين أثناء قيامك بالتواصل مع أشخاص آخرين وجهاً لوجه. يقول الإنسان الطبيعي 16,000 كلمة يومياً، نسبة كبيرة من هذا الكلام عن أشياء يحبها أو يهتم بها. هناك 100 مليون حوار يجري يومياً عن العلامات المسجلة للسلع، تخيلوا ذلك. التوصيات الشفهية تساهم بانتشار المنتجات، وهي أيضاً أهم عنصر يؤدي إلى انتشار الأفكار والسلوكيات، وهذا يوصلنا إلى القاعدة الذهبية: يجب أن يتكلم الناس كثيراً عن المحتوى الذي تقدمه. كيف ذلك؟ أن أشارك محتويات أكثر؟ بالطبع لا. نسبة تأثير التوصيات الشفهية على وسائل التواصل الاجتماعي لا تتعدى 7%، أما 93% الباقية فهي تتم وجهاً لوجه. ولكن ماذا حدث بعد فترة التباعد الاجتماعي على سبيل المثال؟ زادت نسبة ساعات التواجد على الإنترنت من 2 إلى 8 ساعات يومياً. هناك 6 مبادئ لانتشار المحتوى وعمل المحتوى فيروسي الانتشار. إليكم هذه الخلطة السحرية: العملة الاجتماعية، المحفزات، العواطف، الجمهور، القيمة الاجتماعية، وبالتأكيد القصة. لنأخذ العملة الاجتماعية على سبيل المثال. يحب الإنسان أن يشارك اهتماماته وتجاربه مع الدائرة المحيطة به. 40% من كلامنا اليومي يتمحور حول تجارب أو علاقات شخصية. نصف عدد تغريدات تويتر تركز على نفس المغرد، ذاته وشخصيته، أو بمعنى آخر تغريدات نرجسية. تصبح وسيلة لنقدم أنفسنا للآخرين كنوع من مكافأة الذات.
يتكلم البشر بمواضيع عديدة ليحاولوا أن يبدوا مثقفين وأغنياء. أغلب المواضيع التي تشكل العملة الاجتماعية للناس هي المواضيع اللافتة للنظر. الناس تحب الإبهار والترفيه، فلو تضمن محتواك الرقمي معلومات وقصص غريبة ستستخدمه الناس كبداية لحواراتهم، خاصة إن كانت مثيرة للجدل. المحفزات تأتي ثانياً. يجب أن يرتبط المحتوى بأشياء يراها الناس أو يمارسونها كل يوم، مثل أغنية أو مقلب ما أو منتج ما. سنة 1997 مبيعات شوكولاتة مارس حققت أرقام قياسية في أمريكا، لأن ناسا في ذلك العام كانت تشغل الرأي العام بالحديث عن الهبوط على المريخ مارس. وهذا الأمر ليس له علاقة بالشوكولاتة، ولكنه أثر على المبيعات. سنة 2000 في ولاية أريزونا الأمريكية حصل استفتاء على رفع ضريبة المبيعات للإنفاق على مرافق المدارس الحكومية، واتخذ هذا الاستفتاء من المدارس الحكومية مركزاً له، وكانت النتيجة مذهلة. أكثر من 10,000 ناخب صوتوا لصالح زيادة الضرائب، لأن المكان الذي تواجدوا فيه أثر على آرائهم. يقول عالم النفس جون هيلي: الرهبة هي الشعور بالدهشة والذهول الذي يحصل حين يكون المرء تحت تأثير إلهام من معرفة عظيمة. الغموض هو أجمل ما يمكن تجربته، لذلك فإن المحتويات الغامضة تؤدي إلى الوحدة الشعورية والعلاقة العميقة بين المحتوى والمتلقي. الجمهور. حب الناس لنشر المعلومات للغير قد يؤدي إلى كارثة، فنشر معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى إرباك المجتمع بشكل كبير، مثل الشائعات أو اختلاق قصص غير موجودة في الواقع لجذب أكبر عدد من المشاهدات. القصة وهي أهم جزء في هذا المحتوى، يعتبر هذا المبدأ مثل حصان طروادة. وعاء الفكرة المراد إيصالها هي ما يحمل فكرتك للآخر. حين تغلف قصة المحتوى وتقترب أكثر من الأذهان، كونها أقدم وسيلة للترفيه والتعلم في التاريخ، لا يوجد أسهل من إيجاد قصة لتمرير المحتوى. ولكن انتبه، يجب أن تكون قصة مثيرة. جميع ما حولنا قابل للتطور أو التراجع، بما في ذلك المجال الإعلامي وفن نقل الخبر. صناعة المحتوى هي أحدث طريقة جعلت كل شخص في العالم يستطيع أن يخلق قناة ومنصة خاصة به لأفكاره وآرائه، فأصبح الإعلام مستدام عبر ضغطة زر أو لبسة إن صح التعبير بهاتفك الذي تحمله ليل نهار. صناعة المحتوى أصبحت مجال كبير وصناعة قائمة بحد ذاتها في وقتنا الحالي، تدرس وتعلم في العديد من المؤسسات. كل ما عليك فعله هو رواية قصة أو معلومة تؤثر في عقل المشاهد. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.